متابعة للحالة المدارية التي تتعرض لها السلطنة خلال الأيام المقبلة، عقدت اللجنة الوطنية للدفاع المدني برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة اجتماعا للوقوف على تطورات الحالة المدارية من خلال إيجاز قدمه المختصين من الهيئة العامة للطيران المدني حول التنبؤات المتعلقة بالحالة وتأثيراتها المحتملة على السلطنة. كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض جاهزية الجهات المشاركة من قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في تعزيز الموارد والإمكانيات وديمومة الخدمات في المحافظات المتأثرة بهذه الحالة. كما وجه مع الفريق خلال هذا الاجتماع أعضاء اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم وإسناد عمليات الاستجابة وتلبية كافة متطلبات التعامل الفعال مع هذه الحالة والحد من تأثيرها.